أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله هداه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبائي إخواني أحييكم بتحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وتوفيقي وصلنا إلى الدرس 25 من سلسلة في أنفسكم فتبصرون، واليوم مع موضوع آية الذاكرة. الحقيقة هي موضوع مهم جدا وهي نعمة وآية في نفس الوقت، ومن فينا ما يطمح أن تكون له ذاكرة قوية، ذاكرة يتقوى بها في حياته وفي علمه وفي عمله. كيف لا يكون ذلك؟ وقد كرم الإنسان، كرم الله الإنسان بهذه الذاكرة وفرقه عن باقي المخلوقات بهذا العقل. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير من خلقنا تفضيلا. فأحد يعني عناصر التفضيل لابن آدم وتكريمه هو الذاكرة. وحقيقة الذاكرة هذا الموضوع أخذ بحث كثير من العلماء، وما زال كثير من الغموض يكتنفه، وكثير من الأبحاث قد عملت عليه. والعلماء يعرفوا الذاكرة كتخزين المعلومات في جسم الإنسان. وعندما أقول جسم الإنسان لا أعني الدماغ مثل ما هو متعارف في عند كثير من الناس، وإنما في جسم الإنسان، حيث الدماغ يأخذ جزء من الذاكرة وهو في الفص الصدغي والفص الجانبي الذي هو أعلى الأذن، حيث هذا الفص مسؤول عن المشاعر وعن العواطف وعن الذاكرة، بالإضافة إلى أيضا جنبه مركز السمع ثم مركز البصر والإبصار في الفص الخلفي. ونعني حقيقة بتخزين هذه المعلومات في جسم الإنسان أن هناك أعضاء أخرى تخزن هذه المعلومات، قد يغفل منها الإنسان وهذه شرسات إليها كالقلب كالجلد كثير من الأعضاء الأخرى. وحقيقة عملية الذاكرة هي عملية معقدة، وللآن العلماء لا يعرفوا كيف يتذكر الإنسان وكيف تخزن هذه المعلومات في جسمي أو في عقلي. فهناك ملايين من المستقبلات الحسية في كل واحد فينا، هناك مستقبلات حسية بصرية، هناك مستقبلات حسية سمعية، هناك مستقبلات حسية عن طريق اللمس، هناك مستقبلات حسية عن طريق الشم، هناك مستقبلات حسية قد تكون كمجال كهرومغناطيسي تشعر أن شيء بيصير. كل هذه الملايين تأتي إلى وين؟ إلى الدماغ وإلى المخ إلى مركز الذاكرة. والعلماء يقدروا أنه ما يأتي إلى المخ من يعني رسائل ومن مستقبلات أو من إشارات من تلك المستقبلات هي أضعاف أضعاف ما يعيه العقل وما تحفظه الذاكرة، حيث أننا يعني كثير من الأشياء نشوفها في حياتنا بس ما نخزنها في جسمنا. يعني ملايين أشياء تمر مثلا على عدة مواقف وعلى عدة صور وعلى عدة مواقع، ولكن فقط تخزن بعض الأشياء. وهذه مرة ثانية نقولها كرحمة من الله تعالى بنا، يعني لو حفظنا كل شيء نشوفه أو نسمعه أو نشمه
ما كنا نستطيع أن نهنأ بالعيش في هذه الدنيا. وحقيقة العلماء يعني عندما بحثوا في 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 مستوى الذاكرة وجدوا أن يعني هناك عدة نظريات قد تفسر هذا المجال. يعني وجدوا أن هناك ما يسمى بما لا نهاية من التخزين. يعني لا يوجد تحديد أبدا لقدرة الإنسان في التذكر وفي تخزين المعلومات. هذا شيء متعارف عليه بين العلماء. لا نستطيع أن نقول يعني جميع الأجهزة الموجودة حاليا من كمبيوتر، من أجهزة كفية، من أجهزة تخزينية لها سعة محددة، إلا عقل الإنسان وجدوا له سعة لا نهاية. وبعض العلماء ذكروا قالوا لو أردنا أن نخزن يعني آلاف أو ملايين من الكتب في عقل الإنسان استطعنا ذلك. والغريب يا أخوان أن الدماغ تقول لك أعطيني زيادة، يعني كلما تخزن زيادة فيه فتخزن فيه مليون كتاب، فرضا أو ألف كتاب يقول لك أعطيني ألف أخرى، بعكس الأجهزة التي تخزن أو أجهزة الذاكرة الاصطناعية التي تكون خلاص يعني ميموري فول، بدلني جيب لي ميموري ثانية. فهذه حقيقة إن شاء الله سنأتي إليها خلال الدرس، يعني كيف نقوي ذاكرتنا، كيف نوسع بدل ما يكون حيزها ضيق يكون حيزها كبير. طبعا العلماء يقولون هناك عدة نظريات كيف، طبعا هذه اجتهادات يعني معهم بعض التجارب بسيطة ولكن ليس مؤكدا، كنا بعلم الغيب، ولكن هناك بعض الاشارات. قالوا ما هو ما يكون كهربائي؟ ان هذه طبعا اشرنا في دروس سابقه ان الاشارات البصريه تاتي عن طريق شبكيه من عصيب ومخاريف ثم تروح الى العصب البصري كاشارات كهربائيه ثم تروح الى مراكز مختلفه سواء كان الابصار والسمع وغيره، وكذلك في السمع واللمس والشم وغيره من الاشياء. فهناك نظريه كهربائيه وهناك اشارات كهربائيه تذهب الى العقل وتستمر وتكون فيه. هناك نظريه اخرى انه نظريه كيميائيه انه يتم تحويل هذه الذاكره الى اشياء كيميائيه وتخزن داخل جسم الانسان. منها ما يكون هناك نظريه فيزيائيه، هناك ترابط وحركه ما بين بعض الجزيئات الموجوده هناك. ولكن كما قلت هذا فقط نظريات العلماء حاولوا يفسروا فيها، وهذا من عجاز على وقدرته على بني الانسان. يعني هذا الحي الصغير العلماء ما قادرين، رغم انه هناك يعني في بعض الحالات يتم تشريحها في الجرائد وغيره. نشوف الدماغ بس ما قدروا يعني يفقهوا ايش موجود فيه. فيعني العلماء يعني سبحان الله ما زالوا يعني هذا الجانب البحث كبير وما زال الابحاث تتواصل. وبعضهم يقول لك هناك حفر او نقش في خلايا الدماغ. مثلا انت تجيب صخره او تجيب جدار تحاول تنقش عليه تصبح هناك ذكرى في هذا الجدار. فعندما يموت يعني تموت تلك الخلايا تجد ان ايش؟ ان الانسان يعني يفقد تلك المعلومات. واستراتيجية النسيان، يعني ما هو النسيان؟ وايش تفسير علمي للنسيان؟ طبعا العلماء يقولوا انه يعني اي معلومه الانسان تجيه في حياته الى ثلاث نسخ. اي معلومه تاتي ويسويها او يفعل عمله في حياته الى ثلاث نسخ. النسخه الاولى هي نسخه النفس. يعني نفسك تهم بهذا الشيء او انك تريد تشوف هذا الشيء او انها تريد تقبل على هذا الشيء. فهناك نفس موجوده يعني معلومات في نفسك. المعلومات الثانيه او النسخه الثانيه هي في الدماغ. وهي ما نسميها ناس يومي الذاكره. تخزن بطريقه اخرى لا نفقهها موجوده داخل الدماغ. الانسان يستردها عندما يريد ان يتذكرها. والنسخه الثالثه هي نسخه الملائكه. الرقيب والعتيد للإنسان. يقول تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفي آية أخرى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.
الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقالوا ما لهذا الكتاب يغادر صغيرة كبيرة إلا إحصاها. فكيكو يعني هناك يعني تسجيل لكل ما يرى الإنسان وما يسمعه وما يفعله في ذاكرة ثالثة. وهذا ما يسمى بشريط الذكريات أو شريط الحياة. وهذا أكثر شيء هو متى يتأتى ومتى يكون واضح إذا ألم الإنسان ضر ما يسمى بالضر المحيط. يعني الإنسان لم يضر محيط مثلا في البحر أو وسط نار أو كهرباء أو انفجار أو بناء. يعني في من أشخاص عاشوا التجربة عندما تسألهم قال ما شفنا حياتنا كلها في شريط. مرت كل حياتي من يوم صغر هي ذيك اللحظة تسمى شريط حياة. وحقيقة هذا موصوف القرآن الكريم دقة أكثر يعني الآية وصفته في سورة يونس. والذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ريحا طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وظنوا أنهم أحيط بهم. يعني أنا أقول اللي منكم حضر دورات جبر الشيخ أبي سنان يعني كثير ما يتحدث عن الضر أنواع الضر منها أربع أنواع في الضر ذكر في القرآن الكريم منها الضر المحيط وهو تحب الدرجة الثالثة. يعني وبعدين يخلص الشيخ شارح الدرس يطلب الحضور انه يعني يطلعوا. سبحان الله انا يعني اقرا هذا الشيء بس ما كنت افتكر انه هذا حقيقه. فعلا طلع اشخاص امامنا وذكروا مواقف مثل واحد من كان طالع البحر وفجاه يعني القارب توقف ماشي بنزين ماشي حاجه وبعدين بدا يموت يكون انا خاصة القارب يعني انقلب وسط البحر ماشي ابدا يعني ما يشوف اليابسه ماشي اتصال ف يعني كاد يغرق ونزل في البحر وفوق ذلك كل شيء امامي قرش يا قرش يعني كبير هي مسمى القرش يكون شفت شريط حياتي الحين كامل يكون في ثواني يعني اليوم ما بريد العقل واعرف الى ذيك اللحظه راكب ذاك في القارب. وشخص اخر كذلك ايضا كان في سفر اذا طلع وذكر كان في سفر كذلك ايضا تعرض لي لبعض المضايقه او بعض هجومه يعني حس انه بيقتل فكنت كذلك شفت شريط حياتي بشكل سريع. هذه يا اخوان هو الذاكره الثالثه او النسخه الثالثه لاعمالنا موجوده في الانسان. فيعني هذا ربما يدعينا يا اخوان الى ايش خزن في هذه الذاكره؟ عشان عندما نتعرض لا قدر الله الى ضوء محيط يكون شريط حياتنا شريط ابيض او شريط مشرف. يعني وكثير منهم حقيقه كثير منهم تابوا ورجعوا الى الله تعالى بعد تلك الحادثه مع ذلك الضوء. لانهم فعلا شافوا الحقيقه كنا ننسى نعمل المعاصي نعمل اشياء وننسى ان عملناها ولكن في لحظه انسان تشوفها كانه يعرف فيلم امام عينك. فهذا من الاشياء التي حقيقه العلماء يعني يركزوا فيها. الشيء الاخر انواع الذاكره. العلماء يقسم الذاكره الى ثلاث انواع. ذاكره وقتيه وذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. الوقتية هي كأن يعني أقول لك والله فلان بديك حد يوم أو يعني اكتب الرقم عندك 4 5 6 3 2 3 خلاص يعني أنت تشوفه وتكتب خلاص يعني تسمع وتشوف تكتب بعدين تغمض عينيك وافتح تلقى أنك نسيت ذكرها سم هذه لحظية أو ذاكرة وقتية. وهذا أيضا من رحمة احنا نمشي في الشارع يعني إذا نطلع من البيت ونروح الدوام ما نشوف مناظر أمامنا نشوف بس نتذكر كان لا يعني خلاص يعني ترخم انت بس تعرف انه في حياه موجوده هناك وتمشي. هذا تسمى الذاكره الوقتيه. هناك الذاكره ما تسمى ذاكره متوسط المدى او قصيره المدى نفس المسمى وهي انك تحاول انك تتذكر بعض الاشياء مثلا فلان والله يكون شخص اخر بعض الكلام كل مثلا فلان يسلم عليك يقول لك كذا 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 فانت تحفظه وتروح تخبره يعني بعد يوم يومين تنسى يعني ايش خلاص انت ما مهتم فيه. كذلك مثلا قريت كتاب طبعا سريت
التعلم وين افضل يعني كيف تنفذ معلومات الانسان. قريت كتاب ويعني عجبتك بعض الفقرات قد كنت قرات بها كل حاجه بعد فتره كنت انساها فهذه تسمى طولت منها. كذلك درس هذا مثل اعطيكم الحين تسمع معلومه من هنا تروح للبيوت الحين توعيوها تصلي العشاء تطلعوا وقد كنت معكم موجوده عندكم بس قد كنت نذهب بعض منها ما تكون موجوده. فهذه درس سنتي علماء ايش تكلموا فيها. الذاكره الثالثه هي طولة المدى لاني خلاص انا اعرف سعود سعود خلاص خزن عندي اعرف بيتي في اي جهه اعرف ان 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 دولتي اسمها عمان ان انا اشتغل في مكان فلاني هذا خلاص موجود معك سمى طولة المدى. طبعا الانسان حقيقه ذكي انه يحاول يقلص قد الامكان من ذاكرات ثانيه ويحاول يركز في ذاكره طولة المدى. ليش طبعا الاشياء اللي مثل في حياتك يعني مثلا في الامتحان في مثلا حفظ القران في مثلا بعض الاشياء يعني التي تفيده انه يذكر فيها اخوانه الاخرين. فاذا قدر الانسان كيف يمرن ذاكرته بدا يكون في نعمه وفي يعني وضع ممتاز جدا. الحين العلماء كذلك درسوا فيما يخص الفرق ما بين المراه والرجل ما بين ذاكره المراه وذاكره الرجل هل هناك فرق؟ المهم القسم يعني في تساوي. وحقيقة القرآن لم يغفل عن هذه القضية وذكرها في سورة البقرة في أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين. تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا كتب إلى دلالة الدين كتبوا إليكم السماء. طبعا الآية أو المقطع ذكر الفرق هو في نصف الآية واستشهدوا شهيدين عوض الله يسركم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. العلماء طبعا كيف فسروا هذا يعني ليش على الله تعالى فرض أنه في الشهود في الدين أنه تاجين امرأتين مع رجل أو رجلين. هل في نقص في ذاكرة المرأة؟ طبعا العلماء يفسروا ذلك ثلاث أشياء يعني انه ليش محتاجين احنا امرأتين ورجل؟ اول شيء وجدوا ان المراه هي يعني تكون داخل منزل يعني اهتمامها داخل منزل رعايه الاطفال ورعايه المنزل فما يكون عندها فرصه انها تطلع وتتعامل تعرف ان الشهود والدين يحتاج ايش؟ تعاملات مع يعني مع الخارج بالتالي المراه يعني هي مكانها كذا بالتالي يعني ما تكون هي معرضه لمثل هذه التجربه. السبب الثاني كذلك ان المراه ليس لها درايه كبيره بالامور الماليه. يعني البيع والشراء والنسب والفرق والطرح والجمع هذا الرجل اكثر شيء. المراه تقول انا والله ما يهمني فقط اجيب لك شيء ثاني. يعني فبالتالي حتى في قضايا صارت ان بعض الرجال يتهكوا على النساء. يعني بمعسول الكلام وربما يبيعون اشياء او يخلون يشترون اشياء وهم مسكين ما يفقهون التفاصيل. في بعض الفئات لا يكون لهم يمتلكوا ذلك الشيء. الشيء الثالث هو شيء علمي. انه العلماء يعني في بحث استرالي انا قرات عليه وجدوا ان المراه الحامل تفقد جزء من ذاكرتها. لماذا؟ لان في الحمل يا اخوان طبعا المراه مسكينه يعني في كل بتلاحظوا يعني في معظم حياتها هناك اخ من جسمها. يعني في الحمل هناك طفل عندها. بالتالي ياخذ من غذائها، ياخذ من دمها، ياخذ من تنفسها، ياخذ من الكالسيوم مالها. فوجدوا يعني بالدليل برهان انه اعطوا نساء حوامل ونساء اخريات غير حوامل بعض الامتحانات التذكر يعني بعض الاشياء التذكر وجدوا يعني النساء الحوامل لديهم يعني قدره في الذاكره اقل عن نساء اخريات. كذلك في ادوار شهريه الدم ينزل الدم هذا ايش يحتوي؟ يحتوي على خلايا دم يحتوي على املاح يحتوي على يعني بروتين وفيتامينات يحتوي على بلازما اللي هو السائل كل هذه تقلل من الذاكره. في الرضاعه اللي ترضع الطفل كذلك يعني تاخذ الحليب من 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 صدرها ومن ثديها او تعطي الى الطفل وايضا كل هذا يعني غدد ادراك الحليب في الثدي تاخذ من 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 دمها ومن من جسمها. ففي نهايه الامر تقول ليش انه وهذا هو مثلا اليه الانسان كيف يقوي ذاكرته ونحتاج تغذيه سليمه.
فهذه احد حقيقه يعني تفاصيل علميه لانه كيف المراه ربما قد تنسى بسبب ماذا؟ بسبب انه جسمها او يعني خلايا عقلها. وساتي ان شاء الله احنا في النسيان يعني كيف تنسى؟ لماذا تنسى؟ او كيف تفقد هذه الاشياء؟ فهذه تفسير علمي للفرق في ذاكره المراه وذاكره الرجل. ناتي الان الى النسيان. وانا ايضا النسيان اعتبره ايه واعتبره نعمه كذلك. يعني ليس كل نسيان هو نقمة الانسان او يعني شيء مضر، لا. في اشياء تجين تنساها وان لو ذكرتها ستظل يعني طول حياتك في 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 تعب. والحقيقه نرى كثير من المرضى ياتون بحالات يتذكر مواقف صارت في حياتهم. يعني ما ممكن تعطي اي علاج فقط الا ان تكون تحاول تفتح ذاك الموقف. مثلا تغير مكان، تغير يعني اي شيء. انك كلما ذكرته كلما تكون في اشكاليه عندك. طبعا ايش هو النسيان يا اخوان؟ تعال ايش النسيان؟ النسيان هو ليس فقدان المعلومه ولكن عدم القدره على استرجاع المعلومه. يعني المعلومه موجوده في عقولنا، موجوده في ادمغتنا، ولكن الانسان ينسى. يعني ليس لديه قدره على مسترجع تلك المعلومه. بدليل انه كما قلنا يعني الحين مثلا في الظهر المحيط شوف كل شيء في حياتك. مثلا مرض الزهايمر. يعني لو تقابل شخص مرض الزهايمر او مرض الخرف اللي هو مثلا انسان يعني بدا يفقد جزء من ذاكرته ويعني بدا يعني تجد انه نعم يعني في شيء ينساه بس تجد انه من فتره اخرى يقول لك كلام غريب. يعني يوصف لك حالات صارت في حياته. والله يمكن انا مثلا يوم يمكن كذا رايحين مثلا نسقي في الماء ورايحين نحطب ويجيب كذا يعطيك بالنص. كيف قدر يجيب هذه؟ هذه موجوده داخل عقل بس استطاع يسترجعها. ف يعني حتى العلماء يقول لك المشي يسمى بذاكره قويه. ذاكره مدربه، يعني كيف تدرب عقلك وتدرب ذاكرتك انك تسترجع اشياء. وهذه شغله سالت اليها كيف يعني الطرق كيف نستطيع ان نقوي ذاكرتنا؟ ايش الطرق هذه؟ ففي النسيان هو يعني عدم القدره على استرجاع او استحضار المعلومه الموجوده. يعني الله تعالى موجود يعني خزنها عظيم مخزنه في جسمك الى يوم القيامه. ولكن انت ما تستطيع ان تسترجعها. حتى بعض منا تجدني ضايق. تو انا عارف هي خبرني فلان فين راحت؟ لكن انت يعني ما حاولت تربطها بشيء او انك يعني هي موجوده في مكان. تحاول انت تتذكر من قال لك كيف الحركه اللي قال لك اياها واي وقت قال لك اياها. فمرات تستطيع انها ترجع. كيف رجعت؟ هل حد قال لك اياها؟ لم حد قال لك هي موجوده من قبل. طبعا القران كان ذكر النسيان. ولقد عودنا الشياطين ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وايضا على في سوره مريم كنت نسيا منسيا. ذلك الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. فالنسيان موجود في القران كان شيء يعني بني ادم ابدا يعتبره كشيء مضر او شيء سلبي. لا، يفترض الانسان انه يفتخر به النسيان. ما هي اسباب النسيان؟ العلماء يقسموها الى اربع اسباب. يعني رئيسيه فعلا اذا عرفناها نستطيع باذن الله وبمشيئه الله ان نقلل من نسياننا. طبعا كما قلنا نقلل من الاشياء ليش؟ لصور ذكرها، الشيء يفترض ان ننساها يعني نركز فيها. اول سبب هو عدم ثبوت الصور. يعني هو المعلومه، يعني انت مثلا تقرا قران ما مركز، حد يتكلم، انت تريد تحفظ مثلا الصوره. حفظت بعض الاشياء يعني او مثلا انت حفظت يعني من مصحف وباكر قريب من مصحف ثاني يعني متغير الكتابه يعني في تجد قصه في صفحه ثانيه فتجد ان الصوره عندك مثابه. فهذا يخليها بكل سهوله انك ما تقدر تسترجعها او انها ما تثبت عندك. فبالتالي الانسان عشان ايش يثبت يحاول قدر الامكان ليش؟ انه يركز يحاول ايضا يعني العلماء يقول لك تلقى تحاول انك تستغرب كل حواسك. يعني اذا تشوف بعينك وتسمع باذنك وكذلك اذا كنت تقدر اذا جهزت اللمس. يعني مثلا اذا هاتف انا اشوف
الثاني هو عدم الاستخدام، وهذا الأسف الشديد ما نعاني منه احنا كمان عربيين. عدم الاستخدام، انت يعني اي شيء اخوان عندما تجيب شيء ما تستخدمه يهلك ويضمر. في العبارات الحين الاشخاص اللي مثلا يعني في طرحين فراش مثلا عندهم قطه وعندهم شرب، تجد بعض العضلات تبدا تضمر، يعني الرجل واليد وغيره، عندهم بعد ذلك تحاول تقاومه بشيء ما يقدر، ان عضلاته فايضا الدماغ اذا دماغنا يعني ما قدرنا دائما مرنه ودائما خليه يشتغل، تجد مع الفتره يبدا يضمر، بالتالي يعني ما يكون كذا. فكيف نستطيع ذلك؟ انه دائما نحاول ان نحفظ، نحاول نقرا، نحاول نعرض، نتعرض لتجارب. وهذا شغله سناتي لي كيف يعني كيف نستطيع ان نكون ذلك. فعدم الاستخدام يكون ايش؟ مصدي او راكد. فالدماغ يخلص هو عضو من اعضاء الانسان، في القلب، في كل شيء. ف يعني اذا ما استخدم اصدار. الشيء الثالث وايضا يعني او السبب الثالث هو رئيسي، هو التشويش والتداخل. تشويش والتداخل، اكبر تشويش والتداخل في حياه الانسان اللي يخلي الانسان هو شيطان. ايش يقول الله تعالى؟ وما ساليه الا الشيطان من الكره. وانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فالشيطان يحاول يوسوس ويدخل في عقلك في جسمك، بالتالي انت خلاص يعني تحفظ المعلومه هذه، المعلومه هذه، المعلومه هذه، المعلومه هذه في الداخل. يعني بينما لا، ليش العلماء هذه هم الربانيين تقريبا هم يعني حافظين كتاب الله وحافظين كثير من النصوص، لانه خلاص حاولوا قدر الامكان يطلعوا الشيطان. يعني تقواهم وورعهم، فهذا يعني بعد تشويش الشيطان عليهم، بالتالي هم يخصصوا الى المعلومات الصالحه او المعلومات المفيده. بينما احنا ايش نخزن؟ كل شيء. في شيء ربما تفكر فيه، في غيبه ايش نتكلم فيها، منظر كل ما جيت ننظر لي وهكذا. فهذا كله وين يروح؟ بدون ما تشعر انت يطبع فيه في دماغك. طبعا ايضا تعرفوا ان نكته القلب الانسان يعمل معصيه، هذه موضوع اخر، ولكن نكته اللي داخل الدماغ يعني هو بيزاحم معلومه تزاحم مثلا صفحه من القران او ايه من القران، تجي انت مثلا تقراها تقول كيف نسيت انا حافظ لعيب بسبب هذا الشيء. فعدم التشويش والتداخل هو احد الاسباب. السبب الرابع هو القمع. العلماء وجدوا ان القمع احد اسباب النسيان، حيث انت مثلا وطبعا ترى هذه ميزه جيده في الانسان، يعني مثلا في يعني موقف سيء شفته، حد صرخ بوجهك، يعني انت مثلا يعني قلمك يعني زلت وطحت، يعني هذه شفت في موقف انت ما تحب انك تذكرها او انك تنساها. فيعني اي فكره او اي شيء مشابه تشوفه او تسمعه تحاول انك تقمعه او تثبطه، بالتالي ما يدي فهذه يعني اسباب اربعه للنسيان، بالتالي الانسان يستطيع يعني يحاول ياخذ الوعي فيها ويحاول انه يعمل عكس او يركز فيها، بالتالي يكون اكثر عرضه انه يعني يتذكر ويعرف هذا المعلومه بشكل افضل. ناتي الان الى اماكن الذاكره، وتحدثنا عن الدماغ، وحقيقه العلماء يعني وجدوا ان الدماغ يحوي على ملايين او مليارات من الخلايا العصبيه ومليارات من العصبونات والالياف العصبيه التي تصل ما بين هذه المعلومات. وجدوا ان في مراكز متعدده قد شرحنا في بعض الدروس يعني تحاول انها تحفظ بعض هذه المعلومات. هناك ايضا اعضاء اخرى العلماء وجدوا انها تشارك في الذاكره. واهم هذه الاعضاء هو القلب. القلب اهم اعضاء حفظ المعلومه او الذاكره. وطبعا جماعه يعني ربما نذكر في درس عن الجهاز الدوري تكلمنا عن القلب عنده وظائف، ليس فقط وظيفته انه يضخ الدم او يعني عمل النبضات للقلب، لا، ولكن هناك كثير من يعني من الوظائف. القلب يعقل، القلب يفقه، القلب يعني يبعث بالطمأنينة، القلب يحس، القلب يقسم،
والإنس لهم قلوبهم لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. وفي سورة أخرى أو في آية أخرى يقول فالمسيح في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن لا تعمى الأبصار تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يفقه والقلب يعقل والقلب يبصر. ذلك أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خلاص أكثر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوب يطمئن يعني هذه يا إخوان تكون أشياء يمر عليها ما ذكر القلب حقيقة له أهمية كبيرة. إيش العلم وجدوا؟ سبحان الله وجدوا أن القلب داخل ذاكرة تعادل أو يعني تشابه الذاكرة الموجودة في الدماغ. وجدوا أن هناك علاقة قوية ما بين القلب وبين الدماغ وذلك عن طريق أربع مسارات وأربع يعني عمليات. أول هذه العمليات هي الكهرومغناطيسية. وجدوا هناك علاقة يعني أو اتصال ما بين القلب وبين الدماغ عن طريق ذبذبات أو موجات كهرومغناطيسية يعني تذهب من القلب إلى الدماغ ومن الدماغ إلى القلب وتنقل معلومات وتخزنها في كلا العضوين. أيضا وجدوا أن هناك علاقة عصبية. هناك أعصاب مربوطة تذكر يعني تكلمنا في درس الجهاز الهضمي ليش نشرب؟ ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب احنا واقفين؟ أو هناك احنا واقفين؟ يعني أحد النظريات العلمية اللي موجودين عند العلماء عندما تأكل أنت أو تشرب وأنت واقف هناك يكون تهييج للعصب الحائر والعصب اللي هو العصب العاشر رقم 10 الذي يأتي من الدماغ ينزل حتى القلب. فعندما يتهيج هذا في ينزل من القلب إلى المعدة يكون يعني يتهيج تالي يثبط القلب يعني يذهب إشارات إلى الدماغ والدماغ يسرع القلب فيثبطه الإنسان يصاب بوفاة أو بنزول في دقة القلب بسبب ذلك. فهناك يعني تواصل عصبي. هناك أيضا العلماء وجدوا هناك تواصل ميكانيك ما بين القلب وما بين ايضا يعني الدماغ بسبب يعني وجود كذلك بعض الخلايا والدم الذي يعني يستمر ما بين الدماغ وما بين القلب. وهناك تواصل ايضا كيميائي وجدوا القلب يفرز هرمونات في البقاء. هذه الهرمونات وظيفتها انها تعطي بعض الاعضاء يعني بعض الاوامر لكن انها يعني تصدر مهام محدده. وسبحان الله وجدوا ان القلب يعطي الدماغ من الرسائل اكثر مما يعطي الدماغ القلب اذا رسائل ومعلومات. وجدوا انه يخزن من المعلومات ما لا يخزنه ايضا الدماغ. هذا يا اخوان واضح. مثلا انت يعني مثلا شخص تكله بالاحترام تكله بالعز بالود تجد ايش يعني تجد انه قلبك يرتاح اول ما تشوف قلبك ايش يرتاح ليش؟ يعني كيف تفسير هذه؟ إن القلب هو الذي يعني عمل ذلك هو الذي يعني كان يعمل. وحقيقة العلماء يعني ما عرفوا هذه المعلومات إلا بعد أن بنوا عملية زرع القلب. فهناك حقيقة مركز لزراعة القلب زرع تقريبا 300 عملية زرع قلب. فيعني من الأشخاص المتوفين توقع في حادث أو مثلا في مرض آخر وأشخاص آخرين كانوا قلبهم معطل وعندهم فشل في القلب فنقلوه. فسبحان الله عندما نقل هذا القلب وجدوا هناك تغير في العواطف في الشخص المنقول إليه تغير في المشاعر تغير في كذلك في الهوايات وتغير في كثير من الأشياء. حتى إنه مريض نقلوا له قلب من شخص آخر. فعندما طلع العملية استطاع يعني كان بيحفظ قصيدة في قصيدة يعني في يحفظها فاستطاع أن يكمل أبيات كان شخص آخر يعني يقولها يعني كان هو شخص آخر كان ذكر أبيات كان حافظ قصيدة ذكر يعني وصل إلى أبيات محددة ثم توقف. شخص هذا قصيدة ما حافظها أبدا عندما طلع المستشفى قرأ القصيدة وكمل أبيات أخرى اللي هذا ما ذكرها هذه محفوظة عنده.
كذلك شخص اخر سيله عمليه وما يعني ما كان يحب الدجاج المقلي او الشيبس المقلي يعني بالزيت كان يكره، والشخص الاخر اللي ناكلوا له هذا كان يحب هذا الزيت المقلي يعني الطاسه المقلي والدجاج المقلي بالزيت، فعندما ناكلوا له العمليه يعني القلب يعني وجدوا ان الشخص ذلك بدا يحب ارتدى هذه المطاعم. كذلك في شخص اخر كان يحب الجبال كان يخاف من الجبال، ولكن عندما يعني اعطوه القلب الاخر بدا يصعد في الجبال. فسبحان الله يعني هذه يعني اشياء قد يكون الانسان ما يحس بها. يعني العجب يا اخوان القلب انه بالاضافه الى انه فيه ذاكره خاصه ايضا فيه يعني مولد كهربائي خاص به. طبعا احنا ذكرناه في ايضا في درس القلب، وهو انه كل واحد فينا مولدين او لكل واحد فينا مولدان كهربائيان. المولد الاول هو الذي ينبض الحين احنا ننبض فيه 80 نبضه في الدقيقه. سبحان الله اذا تعطل هذا المولد في مولد اخر يعمل يحاول انه يعطيه بعض النبضات الى ان تصل الى المستشفى والطاقم الطبي يستطيع ان ينعش به طريقه سلمان كهربائيه. فوجود هذا المولد او يعني الكهرباء الخاصه بالقلب ووجود يعني كذلك يعني تواصل كيميائي كهرومغناطيسي وعصبي مع الدماغ يخليه انه يحتفظ ببعض الاشياء. فايضا يا اخوان مره ثانيه ايضا هذا القلب هل نتعبه ونهكه ب يعني اشياء تعب في الضغينة النميمه الحقد الحسد؟ لا، فلازم ان احنا نكون خزافين ان احنا ما تعرف كيف اشياء تفصل في قلبك. يعني انا ذكر لا تطمئن القلوب، يعني القران هذا في روح القلب، فاذا القلب ترى سوى شيء ثاني ما تروح له، ما تحصل ما يحصل مكان انه يذهب. فكذلك ايضا نحاول قلبنا يعني ما نستخدم الى شيء يعني يفيدنا. عضو اخر هو الجلد. ايضا وجدوا العلماء انه يعني له ذاكره. يقول تعالى في سوره فصلت وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقنا الله الذي انطق كل شيء، يعني كيف انطق كيف انطق الجلد؟ اذا الانسان كيف ينطق اذا كان ما عنده شيء؟ انت ممكن تتكلم قدام الناس او تخبر حد اذا كان ما عندك حاجه ينطق. فايش معنى ذلك يا اخوان؟ معنى ان القلب مخزن معلومات كثيره. وايضا هذا العلماء ما وجدوه عندما بدوا يعملوا زراعات الجلد في العالم. فنعم ما يحاول قد الامكان انك تطابق العامل الرئيسي والعامل يعني اللي هو المناعي اللي يتوافق مع بين الجلدين. رغم ذلك وجدوا ان نسبه السرطان والعياذ بالله اجرنا الله واياكم في اشخاص الذين يعني عمل لهم عمليه زرع الجلد اكثر من اشخاص اخرين اللي ما عمل لهم. سبب ماذا؟ ان هذا الجلد المزروع لديه معلومات ولديه يعني ذاكره تختلف عن الذاكره اللي موجود فيه. يعني ما زال الانسان في الثاني موجود وهذا الجلد حي يعني وتفي. وجدوا بالاضافه الى عمليات يعني رفض تلك الزراعه وعمليات يعني شلها، وجدوا سبحان الله بعض الاشخاص بدا في يعني ظهور هذا المرض الخبيث وهذه الاورام في اولئك المرضى. وعندما بحثوا الحاله وجدوا انه ربما الجلد كذلك يعني يحول بعض الاشياء. وطبعا يعني كذلك القران ذكر يعني ان الجلد يكون شعر وايضا يلين كذلك بسبب ذكر وبسبب ايضا الجهل. فكيف يعني كيف يكون شعر وكيف يلين؟ كذلك مثلا عندما يرى شيء مخيف قال والله وقف شعر وشعر منه او قلبه مثلا صلى وكذا. ايضا بسبب ماذا؟ بسبب انه هناك تفاعل في ذلك المكان. كذلك وجدوا ان هناك ذاكره بصريه في الانسان خاصه الاشخاص الذين سبحان الله حرموا من الحوار الثانيه. هناك ذاكره سمعيه وهناك ذاكره بصريه، التي ذاكره بصريه.
يعني في اشخاص تجي سبحان الله يتذكر كثير من الاشياء فقط مجرد انه يرى الشيء انه خلاص مركز الابصار عنده يعني قد يكون هو يعني تدرب بشيء محدد بالتالي قدر انه يعني يحتفظ فيه. ايضا الذاكره السمعيه ويعني العلماء موجودين في زمن الحاضر الشيخ محمود حفظه الله وغيره يعني عندهم ذاكره سمعيه العلماء بيقولوا كذلك السالم يركز عليها يعني اقل سمعي يمكن انه يحفظه بالتالي مركز السمع عنده اكثر يعني مدرب على هذه الاشياء. ايضا وجدوا هناك ذاكره شميه او في الشم انسان يعني عندما مثلا تذهب انت ويعني واحد يعطيك عطر وخلال الجزء الاخير تتذكر هذه كانت مدروسه انك تستطيع تعرف انسان من عطره. كيف تعرف العطر؟ يعني على اي اساس؟ متخزن عندك خلاص هذا العطر الفلاني بسبب ذلك الشم يعني دخل الى الخلايا الشميه ثم تحول الى 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 يعني اشعه عصبيه او كهربائيه ثم ذهب الى مركز الشم وتم حفظه على ذلك. كذلك اعزائكم الكلاب في الجرائد يعني رجال الشرطه كيف يستخدمون بهذا؟ هي صح ما تعقل ما فيها ذاكره ولكن الجزء هذا الشمي موجود فيها يعني تستطيع ان يشمموها بعض ربما اجزاء او 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 خواص او ممتلكات قد تكون الجريمه او الساحه الجريمه موجوده ثم يخلوها